الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية من سورة يوسف عليه السلام، يأمر الله عز وجل فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس هذه الآية. والرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ جميع الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال العلماء: هذا أمر عام للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الدين كله وأن لا يكتم منه شيئا، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام. وهنالك آيات وصور معينات يأمر الله عز وجل فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغها للناس. فيقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، ويقول: قل أعوذ برب الفلق، ويقول: قل أعوذ برب الناس، ويقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، ويقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، وغيرها من الآيات التي يؤمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغها على وجه الخصوص. قال العلماء: هذا فيه مزيد عناية واهتمام بهذه الآيات وهذه السور التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغها، بعد أن أمر بتبليغ جميع الدين فأمر بتبليغ هذه حتى يعتني الناس بها ويهتموا بها ويتدبروها ويجتهدوا في العمل بها. فيقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي. وسبيل النبي عليه الصلاة والسلام هو طريقه ومنهاجه وسنته وشريعته عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وهي كذلك سبيل جميع الرسل الذين بعثهم الله عز وجل، ألا وهي الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى غيرها من الآيات التي يأمر الله عز وجل فيها الأنبياء بتبليغ توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه هي أشرف مهنة على وجه الأرض، مهنة الدعوة إلى التوحيد التي أجرها عند الله عز وجل. لا يبتغي فيها الداعية إلى الله عز وجل ثناء من الناس ولا شكرا، ولا يبتغي شيئا من أغراض هذه الحياة الدنيا، بل يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. لذلك هذه المهنة هي أشرف المهن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهذه الرسالة جزا الله خيرا أخونا أحمد، قال صاح الشيخ رسلان، يقول: هذه الرسالة
قال وهذه الرسالة هي أشرف الرسالات، رسالة الدعوة إلى الله عز وجل، هي أشرف الرسالات وهي أشرف الوظائف إن صح التعبير، هي الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد لا أشرف منها ولا أفضل منها، لذلك كانت هي دعوة الأنبياء. وكل داعية لا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر من الشرك فليس بداعية إلى الله وليس على سبيل الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى الله، أي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني، لا بد في الدعوة إلى الله من البصيرة ومن العلم حتى لا يقول الإنسان على الله ما لا يعلم، لأن الداعية إلى الله عز وجل خطأه ليس مقصورا عليه بل يتعداه إلى غيره. زول بيتكلم ويقول للناس الله قال والرسول عليه الصلاة والسلام قال، ده لو غلط هيغلط معاه كمية من الناس. عشان كده لا بد أن يكون على علم وعلى بصيرة، يقرأ ما يتكلم ويتعلم ما يتكلم ثم يدعو على بصيرة. والذي لا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر من الشرك بل لا يجعل ذلك ديدنه وتركيزه وغالب دعوته، هذا ليس على سبيل الأنبياء والمرسلين. فإن نوحا عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يردهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إلى ما كان يدعو؟ كان يدعو إلى التوحيد سرا وجهارا ليلا ونهارا. كانت دعوته 950 عاما في إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والدعوة للتوحيد دعوة لا بد أنها تكون واضحة، كما كان الأنبياء والمرسلون يناقشون معتقدات أقوامهم ويبطلون الآلهة التي ألهت مع الله عز وجل. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم الأقدمون، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. عشان كده الله قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. كلام واضح. قال الله عز وجل قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقول لهم الأصنام دي أتبي تعبدوني ما بتنفع، ولا بتضر ولا بتجيب المضطر ولا بتكشف الكروب ولا بتعلم الغيوب، ما عندها شيء مع الله سبحانه وتعالى. كلام واضح مفصل بين. قال الله سبحانه وتعالى وإذا رآك الذين كفروا، أي إذا رأى الكفار من مشركي قريش رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رآك الذين كفروا ليتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. دل بيتكلم في الآلهة، دل بيتكلم في اللات، ودل بيتكلم في العزة، ودل بيتكلم في منات، بيقول ما يدعوها وبيقول ما ينادوها وبيقول ما بيستغيثوا بها وما يذبحوا بها وما يتبركوا لها. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتنا وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الواحد لما انت يقول له نادي الله بلاه، واستغيث بالله بلاه، واستنجد بالله بلاه، واركع لله بلاه، واستغيث واذبح وخاف من الله بلاه، ما بيرضى كويس. لكن لما انت تقول له الآلهة بتاعتك دي ما تناديها مع الله يغضب، وذكر الله ما راضيه، توحيد الله ما راضيه،
لكن يغضب للآلهة بتاعته، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فالدعوة للتوحيد لابد تكون بالتفصيل وبالبيان، تبين للناس العبادة ما هي، وتبين للناس الشرك ما هو. قال الله سبحانه وتعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فالدعوة تحت الأنبياء كانت واضحة. قال الله سبحانه وتعالى: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. نوح قال كده: يا الله الناس دي تابعوا الكبار بتاع عندهم، تمام تعال مشايخ الطرق الليلة بعيدة لدينا. الناس دي قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. دال مشايخ الطرق في زمن نوح، كويس؟ وقد أضلوا كثيرا كثيرا من الناس. قال لهم ما تخلوا الآلهة، يقول لك السادة أنا عبدا لكم نادى، بناديهم حيين ميتين بناديهم، كويس؟ أهل السلسلة بناديهم، ما فيهم إلا بناديهم، كويس؟ يقول لك كده: قم يا خلق ناديهم لي رجال الله البزير المي، ويقول لك أوعى يغشوك، دل كبراهم زي الكار في قوم نوح، أوعى يغشوك دل مرعي، أهل الإنكار بالسن يحشوك، والحوم الناس بها يحشوك. ونحن ما قلنا عشيب بالحوم الناس، نحن من عشيب بالتوحيد وبالسنة وبالناء على الشرك. لحوم الدين طيبة، لحوم توكل أو لا، يعني مش الأكل الحسي، الأكل المجازي إذا كان فيه مجاز أصلا، لكن لحوم الدين جائزة، يعني أعراض هؤلاء الضلال جائزة، لأنها اعتدت على الشريعة واعتدى على التوحيد. واحد يقول لك: إذا كنت في هم وغم فنادي يا مرغني أنجيك من كل شدة. دي ده لحم حرام، عرض حرام، بنعشيك بأودة، الله نعشيك عشاء لما انت كيف زاد، كويس؟ فقال بدعوك للدلال. نوح قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، تابعوا الكبار. ونحن الليلة الناس عصونا برضو واتبعوا الكبار بتعن الطرق، من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا، أي أصحاب الطرق والرؤساء، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم. يقول لك الأولياء ما تخليهم، ماسكين فوقهم هذه نبهاتها، يقول لك ما تخليهم، انتوا دينكم ده جديد، دينك انت اللي جديد، تعال جيب لنا من الكتاب وجيب لنا من السنة إنه النبي عليه الصلاة والسلام أو الأصحاب كانوا يستغيثون بالموتى أو يذبحون للموتى أو يتضرعون للموتى أو يخافون من الموتى. جيب دين زي ده من الكتاب ولا السنة، ما في ديننا اللي بنقوله ده القديم، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت دينك الجديد، دينك جاء السودان سنة 920 والإسلام دخل السودان سنة 30 هجرية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. دينك أنت جديد يا صوفي، لكن ديننا اللي نحن عليه هو دين النبي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، تدين منه تدين النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الليلة الدعاء العبادة ده في دين الصوفية، الدين العاملين دين رسمي للبلاد وعاملين دين المسلمين ودين السودانيين هنا. دين الصوفية هذا دين باطل، كويس؟ دين الصوفية ده دين باطل، فيه الدعوة للشرك بالله عز وجل، وفيه الدعوة إلى الكفر بالله. يقول لك: يا أبو يا شيخ، حكومة اللبنية أجيب لي حجاب من راسي لك العية، حجاب من شنو؟ من شنو؟ للرزق، للعافية، للصحة، لشنو الحجاب ده؟ للسلاح؟
الله قادم لك تموت. الحجاب ده بيحجبك؟ بيحجبك؟ بيحجب القدر منك؟ ما بيحجبك يا أخي. يا خليك زول عادي. الله قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس شوف دين الأصحاب أصحاب النبي عليه السلام والرسول عليه الصلاة والسلام لما مكر قريش وقالوا داري خوف النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له قبائل العرب اجتمعت عليك وداري يمكر بك ويكيد بك. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لبسوا حكمات؟ لبسوا حكمات؟ كتب لهم النبي حكمات؟ فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إبراهيم قال الكلمة دي كما قال ابن عباس لما جناه النار لبس حجاب بتاع نار لبس حجاب بتاع نار يا صوفي قال حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. أنا لك كفيري حجاب ما محتاج له تميمة ما محتاج لها. الله أكبر. ما محتاج له الله سبحانه وتعالى. إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فده الدين بتاع النبي ودي الدعوة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام دعوة للتوحيد. عشان كده الجماعات والأحزاب والطرق الضالة المضلة ما بتجتنب الدعوة دي ولا الدولية بدي اهتمامة لأنها تصادم عقائد المجتمع بتصادم الأخطاء الواقع فيها المجتمع. والدعاة اللي بيقول لك في التلفزيون محمد اللبين إسماعيل عبد الحي يوسف علاء الدين الزاكي سليمان أبو نارو اللبين الحاج كلهم دين ما بيتكلموا في الموضوع ده. ليش نوب؟ ليه؟ قل يا ولي الله إسماعيل والله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا ناس أسمعوا كلام الله وخلوا كلام البوعي تاني التلفزيون ما بجيبوا فوقه ما بجيبوا عبد الحي لو قال الكلام ده ما بجيبوا تاني ما بجيبوا بيتهموا وقت عندنا الأحزاب أفصلوا كلها البلد دينا كلها حكمية وصلمانية ونقشبندية وقادرية ولا المؤتمر الشعبي ولا غيره من الاحزاب اتكلم في العقائد الباطله دي. في زول مسوي له الصوفيه اسيب هذه لك كان نزل ابو بكر هذا في الانتخابات وعندنا حرام والحمد لله الانتخابات غيره لكن قول نزل في زول مسوي له تراد مسؤول عن الدجال ما كلهم صوفيه تقاشر الا من رحم الله زي الحمد لله. ما في فرق يقول الزول تزول كويس إلا من رحمه الله بالعلم وبالسنة وبالتوحيد. لكن أنت بتناقش عقائد الناس وبتحكي على الناس.